السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تقدر تعمل ترسم الخرائط على طول في openstreetmap.org، تمام، او ان انت تعمل من خلال الهوت تاسكينج مانجر. طبعا احنا عاملين مشروع لمصر، تقدر تدخل هنا وتعمل سيرش على 133389. ان شاء الله لما تيجي تدخل يكون الفيديو اترفع، يكون المشروع خلص، تمام. بتختار المنطقه اللي انت عايزها وتقول له ماب سيلكت تاسك، وتبدا ان انت ترسم، تمام. تقريبا اغلب المباني هنا مرسومه. خلينا مثلا ناخد حته زي كده. هو المفروض ان انا ارسم جوه المربع بتاعي، مخرجش عن المربع بتاعي، تمام. خلينا مثلا نرسم اريا زي كده، ماشي اهو. بحاول قدر الامكان ان انا ارسم بدقه. طيب انا رسمت كده فوق المبنى، مظبوط. طيب هاجي هنا واقول له ايه، ان انا عايز اخليها سكوير، وبعد كده هقول له موف وانقله للقاعده بتاعت المبنى، واحدد له ان ده بيلدينج، تمام. نخلي بالنا ان في حد هنا كان حاطط نقطه فيها معلومات المشروع، تمام. لو دخلت على تاج هتلاقي حاطط كل المعلومات دي. ان انا انسخهم كلمه كلمه ده هياخد وقت. طب احسن دوس على العلامه دي، هتلاقي دي كلها تاجات هتاخدها كوبي، تمام. وبعد كده تيجي على الجزء دوت وتحطها تحت كلمه بيلدينج يس. بيلدينج يس دي اللي احنا لسه مختارينها لما اخترنا بيلدينج، تمام. فمش همسحها واقول له ايه، خد المعلومات دي. بص اوتوماتيك حط لي كل المعلومات اللي انا عايزها، الرقم والرقم البريدي والمدينه، وحط لي الادرس في المنطقه الشرقيه وكل المعلومات اللي هي موجوده عملها، تمام. تاني هقول له اريا واختار المكان اللي جنبيه. تقريبا هما الاثنين نفس الشكل، فممكن اعمل ايه، اخد ده كده كوبي وانسخه واروح حاطه ايه عند القاعده اهيت، تمام. وبعد كده تاخد المعلومات ديت كوبي وتيجي هنا وتيجي تديله كل المعلومات بيست، خلاص. فهتلاقي الموضوع سهل جدا. نفس الفكره برضو في اوبن ستريت ماب، ممكن تيجي على مكان زي دوت وتقول له ان انا عايز ارسم اريا. هرسم الجزء من فوق عشان بيبقى اسهل بالنسبه لي، تمام. لما تخلص تدوس مرتين او تختار اول نقطه كنت فيها، وبعد كده هقول له موف واروح ناقل دي للقاعده بتاعه المبنى بالشكل دوت. دي النقطه دي فيها كل المعلومات، فهاجي هنا واقول له انا عايز كل ده كوبي وانقله للنقطه دي، واقول له طبعا هنا هقول له ان ده بيلدينج، واقول له بيست. وبعد كده تقريبا دول كام دور، ممكن يكون 15 دور مثلا، فاقول له 15 في 3، يعني تبدا بقى تشوف الارتفاع بتاعهم هيبقى قد ايه، تمام، بحيث ان هو يبدا يديها الارتفاع بتاعها لما تيجي تدخل على اي موقع من المواقع اللي هي ال 3D. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا. هقول له هنا سيف، تمام. بيقول لي اكتب وصف، هقول له ايه، اد بيلدينج. على فكرة أنا بعمل في المنطقة بتاعتي، أنا من منطقة في المرج اسمها كفر الشرفة، فأنا شغال فيها بعمل المباني بتاعتها، تمام. أنت برضو ممكن المنطقة بتاعتك في اسكندرية، في بورسعيد، في أسيوط، في أي مكان تقدر تعمل المنطقة بتاعتك بسهولة جدا، تمام. زي ما أنت شايف الموضوع سهل وبسيط، إن شاء الله ماخدش مننا وقت. يعني لو كل واحد فينا قعد كده شوية هنخلص إن شاء الله. وده برضو نفس الفكرة، تقول له سيف وتقول له أبلود، وبعد كده لو التاسك خلصانة هتقول له يس، لو مش خلصانة هتقول له نو. لو الصورة مش واضحة ممكن تقول له خلي بالك ان الصورة هنا مش واضحة.